اللي على طبيعته مش بيقلب الشاجن الماحن مع اصحابه. رامي معلش ممكن جنيه ده؟ يا عم بتتكلم في ايه؟ على فكره انت اكتر من اخويا. انت جدع. انت الرجوله كلها. انا بجد بتعلم من شهادتك. هات الجنيه. اللي على طبيعته ما بيجاملش بافواره، وحتى في اختيارات اكل ما بياكلش غير اللي على طبيعته. اكل طازه وسندوتشات مليانه كده مش متسوقه بطعم ما بيدي يخلي اي حاجه تانية جنبها ملهاش طعم. كوب دور خليك على طبيعتك.